السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقطة قبل التسجيل ده بيديني يمكن حلوة إن أنا أعمل تشكيل أو إن أنا أنحت مبصر معين. تقدر تيجي تعمل مثلا سيلكت على الجزء دوت وتقول له ديليت، وبعد كده تقول مثلا عايز أرسم مثلا شكل معين زي دوت أهوت، وبزر الأيمن الماوس تقدر تحرك شكل. عندي هنا حاجة اسمها سيمتري، بحيث إن اليمين يبقى زي الشمال. لو انت بصيت كده ممكن تقول له انا عايز اشوف الميرور لاين بالشكل دوت، او تلغيه زي ما انت عايز، او تلغي موضوع السيمتري اصلا. طيب خلينا نشوف ايه موضوع السيمتري. ان انا لما اجي انحت في جزء معين بيعملوا يمين زي الشمال، تقدر تلغيه وتقدر تشتغل زي ما انت عايز. ممكن تقول له كونتينيوس بحيث تبدا تكمل الشغل بتاعك. هتلاقي هنا ادوات كتيره جدا زي مثلا الراش اللي انت بترسم بيه اهوت. ممكن تقول له انا عايز مثلا الاعداديات، كل ده فيهم بيبدأ يديني بعض التأثيرات المختلفة زي التويست مثلا اهوت. وبعد كده تقدر تحدد الريدس بتاعك وانت بتعمل التويست او تعمل اي اداة من الادوات دي، وتقدر تتحكم في البينتنج زي ما انت عايز. تقدر الطبوغرافي، تقدر تتحكم في حجم التأثيرات هنا تبقى عاملة ازاي. ممكن تعمل سب ديفايد تقسم الشغل بتاعك، تتحكم في الريزوليوشن بتاعك. وهنا تقدر تشوف موضوع الريندر بالشكل دوت. تقدر تروح تطبق جرينتيت، تقدر تطبعها، تقدر تضيف اشكال معينه، تقدر تعمل نسخ للعنصر دوت. طيب لو انا عايز انقل الشغل دوت تعمل منه موف او كده، ممكن تيجي هنا على الادوات هتقول له ترانسفورم، وتلاقي الادوات اهي تخليك تنقل زي ما انت عايز اهو. موف اهوت ده شكل قديم قبل ما يعمل كوبي. تقدر تغير في السكيل، تقدر تعمل له روتيت زي ما انت عايز. تقدر تيجي هنا فايل وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت كل حاجة. تقدر تعمل اكسبورت للاو بي جي، للاس جي ال، للبي ال واي، للاس تي ال زي ما انت عايز. تقدر تيجي تقول له سكيل اند سنتر. طيب احنا عايزين دلوقتي نضيف الاوبجكت او اس جي ال او بي ال واي، فبتدوس هنا وتقدر تختار الحاجه اللي انت حاطها المقفل بتاعتك. هتقول مثلا عايز او بي جي، فيبدا يجيب لك الحاجات الاو بي جي. ممكن تختار مثلا تاور بريدج مثلا. التاور ده ممكن تعمل عليه سيلكت مثلا، تختار ترانسفورم وتقدر تنقله بالشكل دوت. تقدر تعمل له روتيت لو حابب اهوت. وبعد كده تقدر بقى تعمل التأثيرات مثلا براش اهوت، تعدل فيه زي ما انت عايز. تقدر هنا من الكاميرا تقدر تشوف الليفت من التوب من الفرونت مثلا من الليفت اهوت. هو ده كويس جدا وسهل الاستخدام عشان تغير في الشكل بتاعك وتنحت فيه زي ما انت عايز.